مواعيد مباريات كرة القدم اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 والقنوات النقلة والمعلقين. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. نقدم لكم اليوم جدول مواعيد مباريات كرة القدم التي ستقام اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، حيث تقام اليوم مباريات بطولة أوروبا تحت 21 سنة وتصفيات كأس العالم 2022 أوروبا وتصفيات كأس أمم أفريقيا ومباريات ودية دولية. أولا مباريات بطولة أوروبا تحت 21 سنة، حيث تقام 4 مباريات بالجولة الأولى من البطولة اليوم وهي كالتالي: المباراة الأولى سلوفينيا وأسبانيا تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، والثامنة مساء بتوقيت السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات، والسادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي اكسترا 1 بتعليق باسم الزير. المباراة الثانية ايطاليا والتشيك تقام بنفس التوقيت 7 مساء بتوقيت مصر، والثامنة مساء بتوقيت السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات، والسادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي اكسترا 2. والمباراة بتعليق جواد بدة. المباراة الثالثة المانيا والمجر تقام في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، والحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي اكسترا 1 بتعليق محمد السعدي. المباراة الرابعة رومانيا وهولندا تقام في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي اكسترا 2 بتعليق أحمد المعمري. ثانيا تصفيات كأس العالم 2022 بأوروبا، حيث تقام 12 مباراة وهي كالتالي: المباراة الأولى تركيا وهولندا تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، والثامنة مساء بتوقيت السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات، والسادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1 اتش دي بريميوم بتعليق حفيظ دراجي. المباراة الثانية البرتغال وأذربيجان تقام في تمام الساعة 10 إلى ربع مساء بتوقيت مصر، والحادية عشرة إلى ربع مساء بتوقيت السعودية، والثانية عشرة إلى ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 3 اتش دي بريميوم بتعليق علي محمد علي. المباراة الثالثة صربيا وأيرلندا تقام بنفس التوقيت 10 إلى ربع مساء بتوقيت مصر، والحادية عشرة إلى ربع مساء بتوقيت السعودية، والثانية عشرة إلى ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلى ربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 بتعليق عامر الخزيري. المباراة الرابعة فنلندا والبوسنة والهرسك تقام بنفس التوقيت 10 إلى ربع مساء بتوقيت مصر، والحادية عشرة إلى ربع مساء بتوقيت السعودية، والثانية عشرة إلى الربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 7. المباراة الخامسة فرنسا وأوكرانيا تقام بنفس التوقيت 10 إلى ربع مساء بتوقيت مصر، والحادية عشرة إلى ربع مساء بتوقيت السعودية، والثانية عشرة إلى الربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلى ربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1 اتش دي بريميوم بتعليق عصام الشوالي. المباراة السادسة بلجيكا وويلز تقام بنفس التوقيت 10 إلى ربع مساء بتوقيت مصر، والحادية عشرة إلى ربع مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 2 اتش دي بريميوم بتعليق حسن العيدروس. المباراة السابعة جبل طارق والنرويج تقام بنفس التوقيت 10 إلى ربع مساء بتوقيت مصر، والحادية عشرة إلى ربع مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1. المباراة الثامنة لاتفيا والجبل الأسود تقام بنفس التوقيت 10 إلى ربع مساء بتوقيت مصر، والحادية عشرة إلى ربع مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 2. المباراة التاسعة قبرص وسلوفاكيا تقام بنفس التوقيت 10 إلى ربع مساء بتوقيت مصر، والحادية عشرة إلى ربع مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت كونكت بتعليق أحمد فؤاد. المباراة العاشرة مالطا وروسيا تقام بنفس التوقيت أيضا 10 إلى ربع مساء بتوقيت مصر، والحادية عشرة إلى ربع مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 انجلش بتعليق مدار اليوسف. المباراة الحادية عشرة سلوفينيا وكرواتيا تقام بنفس التوقيت 10 إلى ربع مساء بتوقيت مصر، والحادية عشرة إلى ربع مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 2 انجلش.
المباراة الثانية عشرة التشيك وإستونيا تقام بنفس التوقيت 10:15 مساء بتوقيت مصر و 11:15 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD4، والمباراة بتعليق أحمد البلوشي. ثالثا تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث تقام اليوم 6 مباريات بالجولة 5 من دور المجموعات. المباراة الأولى أوغندا وبوركينا فاسو تقام في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مصر والرابعة 10:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD3 بتعليق عادل خلو. المباراة الثانية أثيوبيا ومدغشقر تقام بنفس التوقيت 3:00 بتوقيت مصر والرابعة 10:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت كونكت. المباراة الثالثة رواندا وموزمبيق تقام بنفس التوقيت 3:00 بتوقيت مصر والرابعة 10:00 بتوقيت السعودية. المباراة الرابعة جنوب السودان وملاوي تقام بنفس التوقيت 3:00 بتوقيت مصر والرابعة 10:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD. المباراة الخامسة غينيا ومالي تقام في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD1 الفرنسية. المباراة السادسة ساو تومي وبرنسيب ضد السودان تقام في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية والتاسعة مساء بتوقيت السودان، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD4 بتعليق صور الذهب. رابعا مباريات ودية دولية منتخبات، حيث تقام 3 مباريات ودية وهي كالتالي: المباراة الأولى الأردن ولبنان تقام في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مصر والخامسة 10:00 بتوقيت السعودية. المباراة الثانية روسيا البيضاء والهندوراس تقام في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD1 وبين سبورت كونكت. المباراة الثالثة كوسوفو وليتوانيا تقام في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مصر والحادية 10:45 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة سوبر سبورت HD3. خامسا مباريات الدوري التونسي، حيث تقام مباراتين بالجولة 14 وهي كالتالي: المباراة الأولى النجم الساحلي والنادي البنزرتي تقام في تمام الساعة 2:00 بتوقيت تونس والثالثة 10:00 بتوقيت مصر والرابعة 10:00 بتوقيت السعودية. المباراة الثانية الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي تقام بنفس التوقيت 2:00 بتوقيت تونس والثالثة بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت السعودية والخامسة مساء بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة الوطنية التونسية. مباريات الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس، حيث تقام مباراة واحدة بالجولة 12 وهي جمعية أوليمبي الشلف وشباب رياضي بلوزداد، حيث تقام في تمام الساعة 3:00 بتوقيت الجزائر والرابعة بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية والسادسة مساء بتوقيت الإمارات. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.